ساعات عمل طويلة يمضيها وسيم لحصاد 20 ليرة تركية في أفضل الأحوال، مبلغ لا يكاد يؤمن ثمن الخبز الذي بات سعر الكيلوغرام منه غير المدعوم يتعدى 10 ليرات. حركة ما في وشغل ما في، دوبها يعني طالع حق الخبزات، يعني اليوم ربطة خبز ب5 ليرات الربطة الحرة، ايش هو يعني غادي طالع طبخته ولا يطالع حق الخبز ولا ايش يشتغل لا يشتغل؟ أزمة الخبز في مدينة عزاز شمالية حلب سببها الرئيس انخفاض قيمة الليرة التركية، إضافة إلى توقف منظمة آفاد مؤقتا عن إمداد الأفران بالطحين، ما أدى إلى انخفاض كمية الإنتاج بما يتماشى مع إمكانيات المجلس المحلي الذي يتحمل العبء وحده. إذا ظلت الأوضاع على ما هو عليه، يعني إذا ظلت الليرة التركية هيك والأفران الخاصة ظلت تشتغل بهذا السعر، طبعا نحن بدنا دعم أكثر لحتى نلبي احتياجات الناس. بين الخبز المدعوم وغير المدعوم ثم تفارق في السعر يزيد عن 6 ليرات لكل كيلوغرام، ما يدفع الأهالي للقدوم من مسافات طويلة والاصطفاف أمام الأفران للحصول على كمية قد لا تكون كافية لكنها سبيلهم الوحيد. ما معنى نروح أفران خاصة، العالم كله صيفي ما مشان قلت لا ما في مصاري، هذا اللي صاير عم صف نجي من الصباح وارجع بجيل بالليل لناخذ الخبز، هذا عم يصير فينا. بنشتغل شفير عم ناخذ شهريه 300 ليره تركي، يعني اذا بنجي بناخذ خبزين يوميتنا 10 ليرات، عم ناخذ خبز 20 ربطه ما عم تكفينا نهارين 3 ايام، وعندي عيله ما حدا عم بيشتغل غيراني. الفقر والبطالة المنتشرة في عموم شمال غربي سوريا يضاف إليها تحديد أجور العمال بالليرة التركية بقدر ضئيل، خلق أزمات عدة قد لا تحل إن لم يربط دخل الفرد بالدولار الأمريكي، كما هي حال السلع التي يرتفع سعرها يوميا في مناطق الشمال السوري. ارتفاع أسعار الخبز وعدم قدرة الأهالي على شرائه سبب ضغطا كبيرا على الأفران العامة التي ما تزال أسعارها مقبولة رغم عدم كفاية الإنتاج. محمد نور، تلفزيون سوريا، عزاز، ريف وحلب الشمالي.